هنرجع للموضوع ده، ولكن مرة تانية بنقول ألف مبروك لهذا الطالب. هنروح للقصة المهمة، وزي ما قلنا موضوع الغذاء والأسعار في العالم هو المسيطر. النهاردة بنشوف الفاو أو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير مبشر، أخيرا في تقرير مبشر في وسط الأزمة دي، إنه ربما يحصل انخفاض في أسعار السلع عالميا في الأشهر اللي جاية. بنتكلم إن انخفاض الأسعار هيكون ما بين 8% ل 14%، وده يعتمد على نوع السلعة، سواء بنتكلم عن الذرة طبعا، بنتكلم عن القمح، بنتكلم عن الأعلاف، بنتكلم عن الزيوت. وبالتالي ده كله مؤشرات بتقول إنه اتفاق روسيا وأوكرانيا اللي حصل تقريبا من أسبوع، وده الاتفاق اللي تم برعاية أممية عشان أوكرانيا تطلع منها هذه السفن التي تحمل شحنات وأطنان من الحبوب سواء القمح أو الذرة. وطبعا احنا عارفين قد إيه ده مهم في موضوع الزيوت، وموضوع مهم في موضوع الأعلاف. طبعا احنا بنقول ان التوقعات الاقتصادية بحسب المنظمة بتقول ان كانت التوقعات قاتمة. طبعا احنا بنتكلم على تقلبات أسعار سعر صرف العملات، ارتفاع أسعار الأسمدة، ده كل ممكن أيضا أنه يؤدي إلى أنه يؤثر على الإنتاج المستقبلي وسبل عيش المزارعين، وطبعا بيشكل ضغوط خطيرة على الأمن الغذائي العالمي. هنا الكلام نصا من تقرير منظمة الأغذية والزراعة الفاو، ولكن في النهاية احنا بنقول أن في كلام مبشر على ربما انفراج بعض الشيء في موضوع السلع. خلونا نفهم أكتر مع حد متخصص يشرح لنا اللي بيحصل في العالم فيما يتعلق بالسلع والأسعار، مع الأستاذة ندى لافي الخبيرة الاقتصادية. مساء الخير أستاذة ندى، أهلا بيكي. مساء النور، أهلاً. طيب أولا عايزين نفهم التقرير الأخير للفاو، هو بيقول كلام مبشر بأنه الأسعار في خلال الفترة اللي جاية هتنخفض بعض الشيء، أكيد مش هترجع زي قبل، ولكن سامعاني أستاذة ندى؟ كده ألو، سامعاني؟ مش عارفة إذا أستاذة ندى سامعانا ولا لأ، إحنا ممكن طيب احنا غالبا بنرجع نتصل بيها تاني عشان نفهم منها زي ما قلنا حركة الأسعار رايحة فين في السلع، وخصوصا ما يتعلق بالحبوب الذرة وغيرها أيضا، لأنه احنا عارفين طبعا أن كل هذه السلع تأثرت أسعارها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا كمان في أسعار حاجات تانية كتير اتأثرت بسبب موضوع سلاسل الإمداد والتوريد. هنفهم كل حاجة مرة تانية. يبدو إن الأستاذة ندى رجعت لنا تاني. مساء الخير أستاذة ندى، سامعاني دلوقتي؟ مساء النور. أيوة، تفضلي. أهلا بيكي في مساء دي أم سي. أولا إحنا عايزين نفهم معاكي حركة الأسعار رايحة فين على مستوى العالم في الفترة اللي جاية، وهل فعلا كلام منظمة الفاو الكلام المبشر ده هيحصل فعلا؟ أوكي، شكرا على الاستضافة أول إشي. وصح، التقرير كان شيء كتير مؤشر جيد وعلامات بتفرجي إنه فعلا في تراجع لمستوى ما قبل التحركات العسكرية على أوكرانيا، وتراجعت فعلا الأسعار بنسبة 8.6 مقارنة بشهر جون. ولكن إذا قارناها بشكل تاريخي هي يعني مستويات عالية تاريخيا، يعني إذا قارنا يوليو 2021 بيوليو 2022 فالأسعار لساتها أعلى ب 13.1%. وهذا يعود لأسباب مثل إنه صار في إيزينج أو في مثل موافقة بين روسيا أو أوكرانيا هلأ. وشيء ثاني إنه تقريبا فينا نشوف إنه التضخم فيه تراجع، كمان إحنا هلأ عم نتخوف من ركود. كمان فينا نحكي انه الاسواق تقريبا سعرت المشاكل النزاع بين روسيا واوكرانيا، يعني الهاي بيك اللي شفناها كانت اوريدي سعرت الاسواق، لهيك احنا هلا عم نشوف في تراجع بالاسعار. لكن ما زلنا زي ما قلتي ان فرق الاسعار في الارتفاع 13% عن نفس التوقيت من السنه اللي فاتت، وده طبعا بسبب الازمات اللي اتكلمنا عنها. ولكن خلينا نتكلم دلوقتي لانك يعني شفت لك
اكتر من حوار بتتكلمي فيه عن اسعار سلع معينه، اتكلمتي عن ازمه سعر البيض في العالم كله وخلفيات صحيح. الازمه دي، لو تشرحها لنا استاذه ندى. اوكي، البيض تحديدا ولبلد كمان مثل عندكم بمصر صار في مشكله بالبيض، مع انه مصر هي بلد قادره انها تنتج البيض، عندها يعني اكتفاء ذاتي من انتاج البيض، لكن المشكله كانت بالاسمده اللي بتيجي من اوكرانيا، اسعار الاسمده كانت كثير عاليه الأعلاف، لانه غير الأعلاف، الاعلاف بالضبط 100%، فكانت هي كثير الاسعار عليت لانها احنا مثل ما قلنا بنجيبها من اوكرانيا، لكن هلا بعد ما صار في نوع من الايزنج، يعني روسيا مثل ما بنعرف سمحت لاوكرانيا بانها تمرر الجرينز من البحر الاسود، فمن المفترض انه هلا نشوف في تراجع اكبر باسعار كل شيء، يعني فالمفروض انه اسعار البيض هلا تنعكس بالاسواق، ورح تساليني ليش لهلا الاسعار بالاسواق غاليه وما شفنا وهنا في بنتكلم انعكاس، عن يعني هلا الأسعار في العالم وليس تحديدا في دولة معينة، إن الأسعار ما أكيد زالت غالية. صح، لأنه أنا كفرد أو كإنديفيدجوال أنا لسه ما شفت هذا الفرق بالدكاكين أو باللي هو الريتيل سيلر، ليه؟ لأنه خلينا نتذكر إنه هاي المنتجات اللي أنا عم بشوفها هلأ بالمحل هي لسه انصنعت، يعني انصنعت لما كان السعر أغلى، فأنا لسه ما شفت التأثير تبعها على المنتجات بالأغلى مثل ما حكينا الريتيل ماركتس، فهي رح تاخذ شوي من الوقت، يعني من المفروض كمان شورت تيرم يعني فتره قصيره من هلا نلاحظ انه فعلا الشغلات اللي بيشتريها الفرد فرقت. بتتكلمي على فترة قصيرة قد إيه تقريباً؟ يعني شهر شهرين من هلا مش اكثر. طيب عموما الوضع رايح لفين؟ انت بتتكلمي على ربما احتمالية ركود وعدم تكهن او عدم معرفة متى ستنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية، بنتكلم عن أزمات اخرى بتلوح في الأفق، فالوضع رايح لفين أستاذة ندى؟ طيب هلا في مثل ما بنعرف انه في تخوف من ركود، بنفس الوقت في تراجع بمستويات التضخم، كل المشكله فينا نحكي هلا بتتمحور حوالين النزاع بين روسيا واوكرانيا. فما بقدر اجاوبك تحديدا شو روسيا، لانه بيعتمد على روسيا شو بتقرر، يعني ممكن انها تحط تتحكم بالدول الاوروبيه بشكل اكبر، يعني مثلا انه ما ممنوع تدفعوا غير بالروبل، ممنوع غير كميات محدده، ف الموضوع كله بيعتمد على روسيا وشو روسيا قديش رح تصعب من ال situation. احنا بنشكرك جدا أستاذة ندى لافي الخبيرة الاقتصادية، ولكن قبل ما أشكرك أيضا لو جينا اتكلمنا النهاردة عن العالم أوروبا تحديدا، بنشوف فيها إزاي إرشادات وإجراءات بتتخذ لمسألة تجنب هدر الطعام، يعني شفنا في بريطانيا النهاردة إزالة تاريخ الصلاحية من سلع معينة عشان يمنعوا هدر الطعام، لو تكلمينا عن النقطة دي لأنها في منتهى الأهمية. صحيح، ليه أوروبا أكثر من غيرها تأزمت من النزاع الروسي الأوكراني؟ لأنه أوروبا بتعتمد بشكل كثير كبير على روسيا لتاخذ منها يعني فينا نحكي النفط، الغاز الطبيعي، الغذاء، فأوروبا أكثر من غيرها من بلدان العالم تأثرت بهالموضوع. فهلأ الدول الأوروبية عم بيحاولوا أنهم يقتصدوا أو يوفروا بالغاز، حتى أوروبا عم تحكي أنه حاولوا انكم توفروا الغاز الطبيعي هلا، ما تشغلوا مكيفات لانه ممكن نحتاج هذا الغاز الطبيعي بانه يخدمنا بفترات الشتاء، لانه عندهم بتعرف كثير برد وضروري انهم يشغلوا الاتفئه. مظبوط. وشيء ثاني كمان حتى بموضوع الغذاء عم بيوفروا، لانه مثل ما حكيت لك ما يعني مش متاكدين شو ممكن القرار اللي يطلع من قبل روسيا قد ايه ممكن يكون مؤثر، قد ايه ممكن يعني ممكن يكون الوضع اصعب، فهلا مثل ما بيحكوا يعني خبي ما في الجيب لحتى يكون معنا لبعد. مظبوط، بس فكرة اتخاذ قرار بأنه بعض السلع في السوبر ماركت أو لما تروحي أي متجر تلاقي إن السلع معلهاش تاريخ الصلاحية، قد إيه ممكن تساهم في مسألة عدم هدر الطعام؟ وقد إيه الشعوب الأوروبية بتتعاون في المسألة دي في الترشيد؟ اوكي، في انترفيو حكيت فيه عن مشكلة هدر الطعام، لأنه في أصلاً مجاعة عم بتهدد العالم كله، خاصة بعد فترة كورونا نسبة المجاعة عليت بنسبة كثير 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 يعني غير طبيعية، وصلت فاتورة الغذاء رقم قياسي 1.8 تريليون، وهذا رقم كثير كبير وبفرج انه احنا فعلا بخطر، فمن طرق انه نقلل من هدر الغذاء غير انه
صحيح البيست يوز سليبرز شالوهم، لانه اصلا في ارتكلز بتقول، ارتكلز طبيه بتقول انه هاي الستيكر هي شيء ابروكسيميت، يعني هي يعني اذا موضوع لقيتي مثلا انه الصلاحية، بيخلص تاريخ واحد الصلاحية، يعني موضوع تقريبي زي ما انت قلتي. 100%، يعني اذا شفتي مكتوب على شغله بتنتهي ب 1 اوغست، هي مش ما بتنتهي ب 1 اوغست، يعني more or less 1 أغسطس، لكن هذا لا يعني أنه خلص أنا أروح أكب هذا المنتج، لسه هو قابل للاستخدام. أنا بشكرك جدا ندى لافي الخبيرة الاقتصادية، شكرا جزيلا ليكي، وأكيد هيكون معانا لقاءات تانية بس نكون ساعتها بنتكلم على إن شاء الله انخفاض الأسعار. شكرا جزيلا ليكي.